هتعملي ايه النهارده؟ هعمل لك سمبوسه. انت كدابه يا ريمبي. ده انت لو كده اللي انت بتقولي ده دي سمبل يا خفاش. بصوا يا جماعه، انا هقول لكم حاجه، هي مش هتعمل ميك اب سمبل ولا حاجه، تمام؟ هي عايزه تعمل ميك اب على خليجي، وريتني حاجات كلها خليجي، سحبه عين، مش عارفه ايه، صح ولا مش صح؟ قولي الحقيقه اعترفي. ايوه ماشي. وانا اللي هقول ولا انت؟ لا انا هعمل كده. يلا يا جماعه قولوا مين احلى. انا طبعا. صح يا مي؟ طبعا. هزود مرتبك يا مي؟ طبعا. انتي احلى طبعا. يا كدابين يا منافقين. البنت بتدور في الضلمه. احلى مين؟ لا زي الاول. ربنا يخليك يا رب، اعمل لك ميك اب حلو. انا عارفه كلكم بتجاملوني عشان. ماشي يلا قولي لي بقى ايه تاني؟ وجلاسي بقى جلوس. عايزه الروز جلوس. وانت اصلا المفروض انا لو مكانك ما اعملش حاجه. ربنا يخليك. ماشي؟ بصي كده شايفين البراءة دي؟ هي عايزة تقتلها، صح ماما؟ جدع. قولي 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 انت عايزة. وهنعمل بقى هنا موف. انت عايزة موف؟ والدوافر اللي هي عاملاها ممكن نربطها بيها، ايه رأيك؟ ممكن. يلا بينا؟ يلا بينا.